قصص اللاجئين لا تنتهي، ومن كل واحد تستمع إلى حكاية تصلح أن تكون قصة فيلم. بس مساعدات ما مساعدات ما يشتغل احسن شيء يعني حاليا عندك شخص شال من الشمال ناوي تلم الشمال جاي لهون جاي لهون كم رح بطل عملية إعادة تشعيل الحطب مرة ثانية. هذول الشباب نفذوا اللي عم تحكيهم؟ لا تيران هذا. مكان ثاني يعني. جايين لهون. جايين لهون. الكاميرا رح بطل تستحمل. مش عم بسمع انه في ناس لهم سنه ونص قاعدين بالكامب. الكامب هو المكان اللي بيتجمعوا فيه الناس سنه ونص وفي منهم عائلات، بهذا المكان اللي احنا فيه في اربع عائلات، في اكثر من 200 شخص. لا اضاءه، لا مي، لا تواليتات، لا مجاري صحيه، ما في غسيل، ما في نظافه شخصيه. عمليا الوضع فعلا صعب. ريحة الدخان، الفحم اللي عم بطلع من الأرض، اللي عم يتولع الحطب اللي عم يتولع بالأرض، هذا لحاله موضوع صعب ومزعج جدا. يعني احنا مش قادرين، برغم ان المكان شبه مفتوح، يعني هي خرابة مفتوحة، بس سقف، حيطان، لا في شبابيك، لا في بواب، الأرض طين، احنا قاعدين على طين. الوضع مأساوي جدا، الوضع فعلا مأساوي. يعني ما بعرف كيف الناس مستحملة لها شهرين، وكل هذا في سبيل أنهم يوصلوا لدول من دول الاتحاد الأوروبي. الموضوع مش سهل أبدا، الموضوع فيه معاناة. إحنا قعدنا كم ساعة تقريبا مع الناس، مجرد الرحلة كانت 7 ساعات مزعجة بالباص. الوصول لهون كمان أيضا كان مزعج. إحنا وصلنا بتاكسي، هو بيعرف إنه إحنا معنا باسبورات أوروبية، فكان الموضوع سهل نوعا ما، ولكن عمليا الفكرة مش سهلة. التاكسي ما برضه يوصل لهي النقطة، لأنه ممكن الشرطة، حسب ما حكينا، إنه الشرطة توقفه. احنا وصلنا وراح ننام مع الناس اللي هون، الله اعلم شو بصير بكره. راح نحاول ندخل الاراضي الهنغاريه والرومانيه.